السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم صديقاتي وأصدقائي في هذه الحلقة التواصلية أو الإعلانية حول الموضوع الذي سنبثه قريبا إن شاء الله، حول موضوع التعاضدية الوطنية للفنان. هذه التعاضدية التي هي مؤسسة اجتماعية التي تشتغل على منح مجموعة من الخدمات الصحية للفنان المغربي، وكذلك دون أن ننسى التقنيين الذين يعملون في هذا القطاع. هذه المؤسسة التي أسست سنة 2007 بمدينة المحمدية تحت إشراف كل من وزارة الثقافة ووزارة الاتصال، اللي كان فيها الأشعري ونبيل بن عبد الله. هذه المؤسسة الاجتماعية اللي الكثير مننا ما كيعرفش عليها إلى حد الآن، كيفاش تأسس، شكون اللي أسسها، كيف تتم عملية الدعم، وشكون اللي كيستافد منها، وكيفية الانخراط. هذه كلها مجموعة من الأسئلة سنناقشها وسنحللها في ظل مجموعة من المعطيات التي نتوفر على. كذلك ندعو لجميع الأصدقاء اللي كيعرفوا من قرب هذه المؤسسة اللي عندهم معلومات عليها وكيف الاستفادة منها أو كيفاش أنه عاشوا مجموعة من التجارب فيها، فإنهم يبدون ففي نقاش مسؤول، يعني دون تجريح أو دون سب أو دون نقد أي في أي شخص. هنا لأجل مناقشة مؤسسة اجتماعية خاصة بالفنان المغربي، لذلك نور رأي العام حول هذه المؤسسة وكيفاش الناس أنها يمكن لها أنها تستفيد من هذه المؤسسة فقط. ربما بأن بطاقة الفنان سنرجع إليها لاحقا في حلقة قادمة إن شاء الله، من بعد أننا نهضروا على موضوع مهم جدا هو التغطية الصحية اللي تولات يعني المهام ديالو للتعاضدية الوطني. الفنان اللي تأسست سنة 2007 بمبادرة طيبة من مجموعة من الفنانين المغاربة، بعد ما اثرت مجموعة من الزوابع حول بطاقة الفنان واستفادة من فراغ، وشكون اللي ياخذ بطاقة الفنان وشكون اللي ما غادي ياخذهاش وعلاش كتاخذ، لان حتى انا وليت كنشوف بان بطاقة الفنان اصبحت كحق دستوري للجميع، يعني اي واحد يمكن له انه يحصل على بطاقة الفنان، يعني سواء كنت فنان او لما كنتش فنان. سنتكلم عن على سبيل المثال سنتكلم عن الانخراط، الاستفادة، كيفية الانخراط، الاستفادة من التعويضات الصحية، يعني استشفاء، تحاليل، شكون هما الناس اللي كيستافدو، شكون هما الناس اللي ما كيستافدوش. يعني دائما هنا كنهضر في اطار الفنان، يعني الفنان والناس اللي كيشتغلوا في الحقل الفني، يعني الناس السينما، المسرح، الثقافة، وكذلك الفنانين التشكيليين، وكذلك التقنيين العاملين في القطاع الفني، دون ان ننسى بأن الخلافات ديال مارس 2020 كنهضر على 2020 مارس 2020 التي أودت يعني أودت مجموعة من المشاكل من خلالها، بأن التعاضدية خسرت 300 مليون بسبب بعض الأخطاء لا احترافية. الله بإذن الله، فإلى اللقاء ودمتم بخير والسلام عليكم.